صباح الخير، كل سنة طيبين بمناسبة العيد الفطر المبارك. النهاردة أول يوم في حلقات العيد. النهاردة عاملين بقى سفرة جميلة جدا من الفسيخ والرنجة، بس أنا عاملة حاجات مختلفة. أنا كل سنة بحب أعمل لكم أشكال وحاجات مختلفة من الفسيخ والرنجة، والحمد لله يعني بتطلع كلها طعمها أحلى من بعض. إحنا عارفين طبعا العادي إن إحنا بنخلي الفسيخ أو بنفتحه ونحط عليه زيت وليمون وناكله بالعيش البلدي، خلاص. والرنجة نفس الكلام، بس احنا بنبقى هنا عايزين نعمل لكم حاجات جديدة ومختلفة. النهاردة عاملة فسيخ بالطحينة والفلفل السبايسي، معمولة بطريقة جميلة جدا وسهلة وبسيطة، وتكسر برضو حدقية الفسيخ لو الفسيخ حادق شوية، واللي ما بيحبش الفسيخ قوي دي تعتبر سلطة فسيخ بالطحينة حلوة جدا. عاملة بقى حاجة لذيذة جدا بالرنجة النهاردة، عاملة رنجة موس الرنجة بالبنجر، عاملة كده كله مع بعضه هيدرب في الكبة، هيدينا طعم جميل جدا. الوصفة التالتة دلوقتي عاملة رنجة بالهريسة والبتنجان، برضو هتبقى جميلة جدا جدا. ماشي، نبتدي الأول بالفسيخ ونخلص منه كده. مش قادرة أحكي لكم الروايح جميلة ازاي. الناس هنا مبسوطة قوي بالروايح، واللي حاطين ماسك ولا ايه؟ بس انا شخصيا مبسوطه جدا بالريحه يعني. طيب اول حاجه ده فسيخ اهو، اول وصفه معانا فسيخ مخلي خالص، طبعا شايله كل الشوك منه، معانا طحينه، ليمون، فلفل الوان احمر واخضر، في حبه من فلفل الاحمر والاخضر السبايسي لو عايزينه حته كده يبقى شويه سبايسي، عصير ليمون، وهحط كمان ممكن حبه كمون او اي نوع بهارات انتوا عايزينه، وفي بصل اخضر، وكمان في ليمون اضاليا. ماشي، اول حاجه هعملها ان انا هحط الفسيخ كده اول حاجه، معاه على طول عصير الليمون، واقلب. لا انا البس الجلافز بقى عشان ايه، بصراحه مش عايزه ايديا تتزفر خالص، حتى يعني فكرة الجلافز ظريفة لو احنا لبسناها واكلنا بيها. بتقلل شوية من الايه، من الريحة. خلاص، بعدين هحط الطحينة، بس مش هحط كتير، هحط كده معلقة، لان خلي بالكم دي طحينة يعني بيور، فش اي ما اختلطتش باي حاجة. هقلبها كده مع ايه، مع الليمون والفسيخ، هقلبها كويس قوي. هحط تاني ليمون، ليه؟ بدل هنا الميه، الطحينه هنا ما مش بنحط لها ميه، فبحط لها ليمون. الفلفل الاخضر، الاحمر، السبايسي، والبصل الاخضر ما اقدرش نستغنى عنه طالما في ايه، طحينه، في فسيخ ورنجه. بس كده هحط ايه معاهم، معلقه زيت. على فكرة الوصفات دي بقى لو انتوا بتحبوا مثلا عيش الفينو بتبقى حلوة قوي كساندوتشات، يعني دي بتبقى خطيرة، ساندوتش كده في عيش فينو بتبقى حلوة قوي. حط معلقة زيت تطريها كده اكتر، دي لو باتت في التلاجة قبل ما يعني، دي لو عملناها مثلا النهاردة واكلناها تاني يوم بتبقى حلوة قوي، عملناها الصبح واكلناها على المغرب كده برضو بتبقى ايه، جميلة كده. اول وصفة خلصت معانا، وصفة الفسيخ اللي بالطحينة والفلفل الألوان البارد والسبايسي. فضل بس لما نحطها هنزوقها بالليمون الأدالي. نشيل ده بقى كده. تاني وصفة معانا بقى، هجيب بولة كده حلوة برضو. وصفة الرنجه اللي بالبنجر، عايزه اقول لكم جميله جدا. موس الرنجه اللي بالبنجر، هجيب كده رنجه مخليه من الشوك خالص، ونتاكد واحنا بنحطها كده عشان بس ايه، رنجه، معلش ما قلتلكوش المقادير، دخلت على طول فيها، رنجه مخليه
فلفل اخضر مع بصل اخضر، بنجر وطحينه، وهنحط طبعا معاها ليمون. خلاص، ولو احتاجت حبه ميه دي مش هتقول لا، ما بتتزفرش يعني. نحط الرنجه كده، نحط البنجر، بنجر مسلوق طبعا كويس جدا، نحط الطحينه، احط الطحينه واشوف محتاجه تاني ولا لا. حبيت بصل اخضر، هحط شوية فلفل هنا وشوية يبقوا ايه موجودين. بس كده كل ده بقى مع بعضه في الفود بروسيسر، طحينه، رنجه، فلفل، بصل، بنجر. فكره النهارده في البنجر. ريحه جميله جدا، محتاجه بالظبط ربع كوبايه ميه، وما تخافوش مش هيحصل حاجه. تاني بقى هعمل مرة كمان لفتين كمان عشان تبقى جاهزة. طيب هي خلاص كده بقت جاهزة، نطلع فاصل نرجع على طول، خليكم معايا. رجعنا تاني بعد الفاصل. بصوا بقى انا حطيت الرنجه اللي بالبنجر اهي مع الطحينه والليمون والفلفل الاخضر والبصل الاخضر. بصوا لونها، لونها مغري جدا جدا جدا، وطعمها بقى احلى واحلى. يعني هنعمل ايه؟ هنحط كده زيت ساعة التقديم بقى، ماشي، زيت، حبة فلفل، حبة بصل أخضر، كله أخضر في أخضر كده، ماشي، شايفين؟ شكلها مغري جدا. هزوقها بقى بالليمون في الآخر، كله بقى هقطع الليمون وأزوق في الآخر، ماشي؟ نحطها بقى كده دلوقتي و نغرف الفسيخ اللي بالطحينه.
عشان برضو ايه الوصفه الثانيه عباره عن فسيخ طحينه ليمون فلفل اخضر واحمر سبايسي وبارد. كمان حطينا ايه طحينه وليمون وفسيخ وبصل اخضر وفلفل فلفل بارد وحار اهو. دي كمان جميله جدا وبتكسر حدوقيه الفسيخ لو هو حادق. وتاني حاجه كمان اللي ما بيحبش الفسيخ قوي يعني بيضايق منه، لا ممكن ياخد كده ايه في عيش فينو، ده هيعجبه جدا ملوش ريحه. احنا عاملين النهارده مدلعين الفسيخ والرنجه، يعني خلاص احنا عارفين البيزك ده، بقى الدلع بقى اللي ايه اللي بيتحط على السفره. فاضل لنا ايه هنا؟ فاضل لنا نشيل بس السبايسز دي خلاص. فاضل لنا هنا الفلفل الاحمر مع حبه البصل الاخضر، وكده ايه خلصنا الوصفه الثانيه النهارده. خلاص طيب عاملين ايه بقى دلوقتي؟ عاملين دلوقتي انا هعمل فتت البطاطس وبعدين ارجع لدي، لان دي ممكن احتاج فود بروسيسور للفلفل والبتنجان، فنعمل فتت البطاطس الاول. اول حاجه هجيب كده طبق حلو للتقديم احط فيه العيش. دايما احنا متعودين على الفته ايه؟ الفته عيش. هحط العيش وبعدين اقول المقادير. العيش خلاص اهو كده. هجيب بوله بقى عشان اعمل فيها الدريسنج، الدريسنج اللي هحطه لفته فته بقى ميكس من الفسيخ والرنج. الدريسنج عباره عن ايه؟ عباره عن دي كده على جنب، سماق، كزبره، كمون، بابريكا، ليمون، ثوم، ودبس رمان، واحط عليه معلقه طحينه. خلاص نحط الاول السوائل اهي، ليمون، دبس رمان، هسيب معلقه كده في الاخر، ثوم، ده الدريسنج الجميل بتاعنا، ثم هسيب برضو شويه في الاخر، كزبره، بابريكا، زبادي، ماشي. يبقى حطينا ايه؟ زبادي، ثم بابريكا، ليمون، كزبره، حبه دبس رمان، وهحط معلقه طحينه تخليها مور كريمي، يعني تزود كده الكريمي شويه، معلقه صغيره قوي. الليمون، زياده الليمون في الحالات دي بيبقى حلو. هحط بس شويه كمون بس كده. الريحه حلوه قوي. نعمل ايه؟ هنحط شويه من الدريسنج ده كده. خلاص؟ وبعدين هحط البطاطس. على فكره خفيفه قوي وفي نفس الوقت طعمه وجميله جدا. هلبس الجلافز كده عشان ايه لما ارص الرنجه. اول حاجه احط الرنجه الاول كده اهو. رنجة مقطعها كده شرايح نحطها في الأول. مهم.
دي بقى من السلطات بتاكل باردة وجميلة جدا. يعني احنا هنجهز كل حاجة وده ساعة التقديم على طول. خلاص الفسيخ اهو. الدريسنج فاضل ايه بقى؟ فاضل الفلفل الاحمر حبة من البقدونس حبة من البصل الأخضر وأخيرا كده. وادعولي بقى في الوصفة دي لو بالذات جايلكوا ضيوف ادعولي هتتبسطوا منها جدا وهتحسوا انها جديدة ومختلفة. السماء بقى والمزازة بقى المزازة اهو. وكده خلصنا فتة البطاطس ميكس الرنجة بالفسيخ. عايزة اقول لكم جميلة جدا جدا وخفيفة على فكرة مش دسمة خالص وفي نفس الوقت حركات كده حلوة قوي. الحدوقية والدخنة او السموك تحت الرنجة مع البطاطس والعيش بيقفلوا الموضوع مع بعض. بالذات انا دي عاملاها الحركات دي للناس اللي نفسها تاكل فسيخ ورنجة بس ما بيقدروش ياكلوها زي ما هي كده. خلاص كده عملنا فسيخ بالطحينة عملنا رنجة موس الرنجة بالبنجر والطحينة عملنا فتة البطاطس بالعيش ميكس الفسيخ والرنجة. طيب عندنا ايه بقى لما نطلع فاصل ونرجع؟ عندنا الوصفة اللي انا بقولكم عليها دي عبارة عن انا لو لقيت هاند بلندر ممكن اعملها دلوقتي. لا طيب بعد الفاصل. بصوا بقى هحط علشان هنرجع من الفاصل المفروض فيه سلمون معانا سلمون مدخن برضو لازم ندلع برضو الناس اللي بتحب السلمون. بصوا هنعمل ايه. عندنا بتنجان بتنجان مشوي في الفرن قشرته واهو هحطه كده ماشي. عندنا ايه تاني؟ عندنا فلفل مشوي. يبقى البتنجان والفلفل مع بعض في الفرن مشوي مع رشه كده زيت وملح. انتوا عارفين طبعا الفلفل بنشويه وبعدين نحطه في كيس عشان يعرق نشيل القشره. فهنا بتنجان مشوي وهنا فلفل مشوي اهو. هنا السلطه كلها مشوي في مشوي. عندنا توم انا حاطه البتنجان والفلفل والتوم مع بعض اهو. خلاص عندنا ماستر ديجون لو مش موجوده خلاص جيبوا ماسترد عاديه بس الديجون بتبقى كده فيها مراره كده شويه حلوه. وطحينه طحينه مش كتير معلقه كده مش عايزه اضيع طعم المشويات. هريسه حاره او بارده زي ما انتوا بقى حابين. يبقى انا هنا حطيت البتنجان المشوي مع الفلفل المشوي مع التوم المشوي وحطيت طحينة هريسة باردة او حارة. فاضل لنا هنا ايه؟ فاضل لنا ليمون وممكن تزودوا برده على الوصفة دي لو عايزين دبس رمان. نطلع فاصل ونرجع ههرسهم كلهم مع بعض بحط معاهم الايه؟ الرنجة. نطلع فاصل نرجع على طول. رجعنا تاني بعد الفاصل. بصوا بقى بعمل ايه هنا. فاكرين دي كانت ايه؟ كانت عبارة عن كل الحاجات المشوية البتنجان المشوي الفلفل المشوي التوم المشوي كله مع بعضه. هنا هرست اهو بالهاند بلندر حطيت معاه طحينة حطيت معاه كان في بواقي رنجة كده من بتاعة الفتة رحت حطها برضو معاه. خلاص عشان انا هحط الرنجة فوق الوش بس فاش حاجة لما يبقى في طعم رنجة كده في البودنج او في الموس بتاعي. تمام في الموس يعني بودنج عادة بيبقى للحاجات الايه؟ الحلويات. طيب اهو بس كده. عايزه اقول لكم ريحه يعني هي بالنسبه لي انا اتجنن.
معرفش بالنسبه للناس اللي هنا لابسين ماسكات ايه. لو على ايه بقى خلاص مش لازم نقول اسمي كده. الله الله الله، شايفين اصلا الالوان النهارده؟ انا مظبطاكوا الوان. ده لون، ده لون الاورانج او السيمون الغامق، ولون البنجر اهو. يعني ايه؟ ماشي. فاضل ايه هنا نحط؟ خلي دي كده على جنب. هلبس الجلافز بقى عشان عايزه احط عليها شرايح الرنجه. ان شاء الله كمان هلحق اعمل لكم رول كده السالمون بالجبنه الراكفورد، تعجبكم برضو. يعني هنعمل كده شويه حركات كده ولا احلى مطاعم. طيب الرنجه هقطعها كده، شايفين عامله ازاي كده؟ والله بفكر شوف كده اخبارها ايه. ايوه خلاص. طيب احط البصل الاخضر. هو البصل لازم نحطه في كل الحاجات، هو المين بتاع الوصفات. الفلفل، الرنجة كده، فين خلاص، شرايح الليمون طبعا تتاكل مع الحاجات الجميله دي. شايفين؟ خلاص كده نكون ايه، خلصنا وصفة الخضار المشوي البوريه مع الرنجة. شايفين شكلها فظيع، مغرية جدا جدا جدا. كمان نشيل بقى الكحك كده ايه، خلاص كحك العيد اهو، نحط ورا دلوقتي هنحلي بيه. اتفرجوا بقى عليها. بصوا صراحة، يعني صراحة عايزة اوريكم حاجة كده بالتوست. انا بحب التوست الابيض مع ال جميلة، جمال، حلوة قوي قوي. طيب عايزة لو احنا بناكلها كده نقص عليها شوية ليمون. طيب هعمل اول سلطه التونه البسيطه السهله. الناس اللي ايه، اجي احنا بنحب التونه بس. يعني ايه تونه بس؟ هعمل تونه النهارده بالسويت اند شيلي. وبعدين ايه، اتمزج بقى في السلمون. طيب التونه النهارده انا جايبه لها ايه؟ جايبه تونه، خيار، ذره، سويت اند شيلي، جزر، وعصير ليمون. خلاص اهي، تونه، خيار، خيار، ذره، جزر،
فلفل مش هيقول لا. لقيت هنا حبه فلفل، نقلب مع السويت اند تشيلي. دي بقى نقدمها مع عيش تورتيلا، نقدمها مع توست ابيض. انا بحب التوست الابيض بصراحه مع الرنجه والفسيخ، وعايزه اقول لكم بحب العيش الفينو كمان، بحب اعمله جدا سندوتشات كده. فاضل لها هنا عصير ليمون وحبه زيت. زيت ليمون، لا الطبق ده مش هينفع، خلاص نخليها كده ماشي. طيب نخليها بقى كده على جنب. سويت اند تشيلي، تونه، ذره، خيار، جزر، ليمون وحبه زيت. تعالوا بقى نشوف السلمون حبيبنا ده اللي بنحبه ده. سلمون مدخن، جايبه معاه كريم تشيز، جبنه راكفورد، شبت، خيار مخلل، بصل اخضر وطماطم. بصوا نحط برده شويه بصل على التونه، التونه بتحب البصل. معانا بقى توست، عيش تورتيلا، العيش ده بالذات على حسب ما انتوا حابين. نطلع فاصل، هنرجع من الفاصل هحط الكريم تشيز والجبنه الراكفورد كده مع بعض، اهرسهم عقبال ما نرجع، عشان عايزه اعمل رول السلمون المدخن واحط له كده خله طماطم شاري، اظبطه كده يبقى شكله حلو. نطلع فاصل نرجع تاني، خليكم معايا. رجعنا تاني بعد الفاصل. بصوا الحركات والالوان بتاعه النهارده اتجنن صراحه، كلها احلى من بعض. عاملين كده موس الخضار المشوي، البتنجان والفلفل المشوي والثوم مع الرنجه زي ما انتم شايفين كده، وعملنا كمان فتت البطاطس بالعيش المحمر معاها ميكس الرنجه والفسيخ، حلوه جدا. الدريسنج بتاعها كان دريسنج كده بالطحينه والسماق ودبس الرمان. عملنا سلطه البنجر، موس البنجر بالرنجه والطحينه. عملنا فسيخ، قطع الفسيخ بالطحينه وعصير الليمون والفلفل الملون مع فلفل سبايسي. عملنا كمان سلطه تونه حلوه جدا اهي بالسويت اند تشيلي والذره. بصوا وانا بنزلها، والبصل الاخضر والجزر والخيار اهو، حبه زيت وليمون. دايما بقول كل ما الالوان تبقى كتير كل ما فايده الاكل تبقى عاليه وقيمته الغذائيه تبقى عاليه. يعني سلطه التونه دي قيمتها الغذائيه عاليه جدا جدا جدا. خلاص كده احنا خلصنا ده. معلش انا عايزه بس بولها فاضيه اهرس فيها الجبنه الراكفورد كده. نعمل ايه بقى هنا؟ نحط هنا بصل اخضر وشرايح من الليمون كده اهو، وكده نكون خلصنا سلطه التونه الجميله دي اهي. ماشي، تعالوا بقى نشوف الوصفه اللي عايزينها. عايزين خله، عايزين جبنه كريمي، عايزين جبنه راكفورد، خيار مخلل، شبت، الطماطم لسه مش عارفه احطها ولا لا، يعني على حسب. ماشي، والتوست الابيض والعيش التورتيلا انا جايباه نقدم بيه. لو في وقت هعمل بس ساندوتشين كده ايه على الجريل، خلاص ساندوتشين رنجه على الجريل. ماشي، هاخد دلوقتي البوله اهرس فيها الجبنه الكريمي مع الجبنه الراكفورد. ماشي اهو، نجيب الجبنه الراكفورد كده، لان الجبنه الراكفورد هي الاساس مش الجبنه الكريمي. ههرسها واحط عليها حبه من الجبنه الكريمي، انا مش عايزه كتير، انا عايزه طعم الجبنه الراكفورد يبقى ظاهر. بصوا تبقى لونها كده ايه اخضر فاتح، جبنه الراكفورد يبقى طعمها ظاهر
الشبت، حبة خيار مخلل، مخلل لان انتوا عارفين السلمون من الحاجات اللي لازم، عايز حاجة حادقة جنبيه كده، حاجة مخللة. خلاص نجيب الجلافز بقى بتاعنا ونرول بقى كده، نرول السلمون المحشي. هحط كمان بصل اخضر جواه، يبقى انا حطيت كده جبنه ريكفورد، كريم تشيز، بصل اخضر، خيار مخلل، حطينا ايه كمان، شبت. يلا نجيب كده قطعة السلمون الجميلة دي، نوضبها كده، والباقي طبعا احنا ممكن نستخدمه في حاجات كتير. نخليها كده ايه، مقلبزة. ماشي، الزيادة هشيلها كده، اوكي خليه كده. يلا تاني، حطيت شبت، كريم تشيز، جبنه ريكفورد، خيار مخلل، بصل اخضر، نلف، عايزه كله نفس الحجم، الزياده ايه، نشيلها كده، عادي هتتقطع وتتعمل سندوتشات. يعني دي مع التوست بتبقى خطيرة. ودي كده بتبقى خطيرة اكتر يعني صراحة. انا عايزة كله يبقى نفس الشكل والحجم عشان لما نيجي نزوقها يبقى العين تتبسط كده واحنا ايه، واحنا بناكل. طيب شايفين حركات؟ بصوا بصوا الجمال والحلاوة. ماشي، يعني الطبق شكله
يفتح النفس. الليمون بقى اللي باقي نعمل كده. كل ده يتاكل طبعا، كل ده هيتاكل. خلاص كده عملنا السالمون الرول، محشي كريم تشيز، جبنه راكفورد، شبت، بصل اخضر، خيار مخلل. طعمها خطير، تعجبكم جدا جدا جدا. نخلي العيش كده ايه على جنب. طب بقى عيش تورتيلا، عيش توست، عيش بلدي، اللي يعجبه. بصراحه انا هو مفيش وقت، انا كنت هعمل بالتورتيلا والرنجة على الجريل، بس هو مفيش وقت، ممكن بعد العيد مفيش مشكله. البواقي من الحاجات دي اعمل لكم بيها سندوتشات كده ايه بعد العيد باسبوع او 10 ايام، نكون اشتقنا لسه للرنجة. خلاص كده احنا خلصنا حلقه النهارده، عملنا وصفات جميله جدا، عملنا موس الخضار المشوي بالرنجة، عملنا فسيخ بالطحينة، عملنا رنجة بالبنجر، عملنا كمان فتة البطاطس والعيش مع الميكس الرنجة والفسيخ، عملنا سالمون محشي كريم تشيز وجبنة راكفورد، عملنا كمان سلطة التونة اللي بالسويتان تشيلي، حلوة جدا جدا. وكده نكون خلصنا حلقة النهاردة، أول يوم العيد، يا رب تتبسطوا إن شاء الله، ويبقى عيد كله هنا وسعادة عليكم، وأشوفكم إن شاء الله بكرة في حلقة جديدة. باي.